عمو بشاره، انا عندي ليك بقى مفاجاه. خير. ناخد بقى موهبه جميله من المواهب اللي اصحابنا النهارده محضرينها لنا. انا عندي بقى محضر لك النهارده جيسي. مين؟ جيسي بشوي. جيسي فين؟ جيسي بشوي فين؟ جيسي تعالي يا جيسي، تعالي جيسي، عرفيني بنفسك بقى يا جيسي. كيوت خالص يا مايكل واموره. اموره جيسي ازيك؟ نتكلم في المايك. انت عندي كام سنه يا حبيبتي؟ 2 سنين. كام؟ 6 سنين. هايل. انت موهبتك ايه يا مايكل؟ ترنيمه. هتقول لنا ترنيمه جيسي. هتقول لنا ترنيمه ايه؟ ترنيمه كده يا جد مؤلفها ابونا امه بتتكلم عن موسى النبي. يلا بينا نسمع جيسي. اتفضلي. جدو يا جدو شوفي يا سي جدو، عايزه اقول لك ايه؟ احكي لي يا جدو عن النبي موسى، ربنا عمل وياه ايه؟ ازاي امه خافت عليه جابت صفت وحطته فيه؟ ازاي امه خافت عليه جابت صفت وحطته فيه؟ مريم واقفه جوه الميه مستنيه هيحصل ايه؟ جدو يا جدو شوفي يا سي جدو، عايزه اقول لك ايه؟ احكي لي يا جدو عن النبي موسى، ربنا عمل وياه ايه؟ الفراعنه نزلت في المي قالت ايه القفه دي هي؟ الفراعنه نزلت في المي قالت ايه القفه دي هي؟ لقيت طفل وسمته موسى وبقيت بتحن عليه. جدو يا جدو شوفي يا سي جدو، عايزه اقول لك ايه؟ احكي لي يا جدو عن النبي موسى، ربنا عمل وياه ايه؟ جات لها مريم طلبت منها اجيب لك مرضعه لي. جات لها مريم طلبت منها اجيب لك مرضعه لي. جات يوكابت ام موسى وقعدت تربي فيه. جدو يا جدو شوفي يا سي جدو، عايزه اقول لك ايه؟ احكي لي يا جدو عن النبي موسى، ربنا عمل وياه ايه؟ وكبر موسى بدا يتفكر احوال شعب اللي حواليه. وكبر موسى بدا يتفكر احوال شعب اللي حواليه. قتل المصري وتمر جسده وفرعون دور عليه. جدو يا جدو شوفي يا سي جدو، عايزه اقول لك ايه؟ احكي لي يا جدو عن النبي موسى، ربنا عمل وياه ايه؟ برافو. هايل هايل خالص خالص يا جيسي، جميله قوي. بص بقى الاطفال لما بيرنموا بتبقى الدنيا جميله زي عم شرف. اه طبعا حاجه رائعه.